احنا دلوقتي معانا الفنان عمرو مصطفى، ممكن ندخل معانا مداخلة؟ حابب ان انت تتكلم معاه؟ طبعا ده حبيبي يا عمرو، حبيبي يا عمرو، شفت النقيب؟ اهلا بيك، حبيبي اتفضل. حبيبي يا موسيقار. ازيك؟ اخبارك ايه؟ حبيبي يا مورا، وحشني يا مور. انت اخبارك ايه؟ انت حبيبي؟ الحمد لله يا حبيبي. بص هقول لحضرتك على حاجة. علق، كان عندك تعليق عايز تقوله يا عمرو؟ اتفضل. عشان افهمه، يمكن هو مش في حاجات ممكن يكون هو مش فاهمها، لازم افهمها. التكنولوجيا داخله دلوقتي في حته كبيره قوي قوي، يعني داخله ان احنا هنبقى نقدر ان احنا نبدع، والمبدعين كلهم يبقى ليهم سعر كبير. الذكاء الاصطناعي ما بيقربش من اي حد ولا اي رمز من رموزه. واما احنا جينا اتكلمنا عن الاغاني المسروقه ليا مهرجانات، انا اكتشفت اكتشاف دلوقتي بفجره لاول مره حصري، ان اغاني المهرجانات الكوبي رايت اللي بيحصل عليها هو شركه من احدى شركات الاستاذ محسن جابر، اللي قال معاك امبارح ان هو ما يعرفش الناس دي وما سلمش عليها. الفيديوهات موجوده عندك في الاعداد لو عايزه تذاعيها. الشركات كلها مملوكه للاستاذ محسن جابر الحاني. طب طمني يا عمرو، انت الصلاح انت الاستاذ محسن ولا لا؟ نعم. انت مش كان امبارح كان في مكالمه صلح يا عمرو؟ نعم، مش كان في امبارح مكالمه صلح واتفقتوا ان انتوا هتعملوا الاغنيه سوا؟ انا دلوقتي قدام رايي قدام العربي، قدام العربي انا طب السيجنال بيقطع على المستمع. صوتك بيقطع يا عمرو، صوتك بيقطع. في حته فيها سيجنال. في حته فيها سيجنال يا عمرو. في فيديو للاعداد دلوقتي بيقول ان اغنيه حسن شاكوش الكوبي رايت كله بيحصله شركه من احدى شركات مزيكا جروب. اللي هي انهي اغنيه يا عمرو؟ انهي اغنيه؟ اغنيه الف اللي كان سكوش. اغنيه النهارده بقى هو الخصم والمختصم، يعني هو صاحب الحقوق اللي بيملكها وبيحصلها هو الاستاذ احدى شركات مزيكا جروب. انا دلوقتي اكلم مين؟ ده لحنك؟ ده لحنك يا عمرو؟ ده لحنك؟ لحني؟ لا، اللحن بتاعك. لحن اغنيه عمرو دياب. لا احنا دلوقتي الاستاذ محسن كان بيتكلم على التراث. ما حدش يعرف يقرب منه. طب اما اجيب لك ان اغنيه ديجيتال ساوند المملوكه لاحدى شركات الاستاذ محسن هي اللي حاطه مهرجان لعبد الحليم حافظ. سياده النقيب رد عليا. لا انا ما اعرفش ده، صدقني يا عمرو واقسم بالله العظيم. انا الفيديوهات دلوقتي لجميع الصحف العربيه والمصريه. يبقى واضح ان انت ما عدتش القعده الوديه بينك وبين الاستاذ محسن يا استاذ عمرو. ها؟ لا انا ده بتكلم عن مصر دلوقتي، مش طب 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 اهدى عشان خاطر انا عشان نفهمك بس يا عمرو، عشان انا عايزه الناس تفهمك. جميع تنازلاتي الموجوده لدى الشركه في خلال 48 ساعه يا اما هفتح الملفات كلها. انا بقول الكلام ده وانا مسؤول عنه. انت طالب ايه دلوقتي يا عمرو؟ ايه اللي انت طالبه؟ طالب جميع تنازلاتي المملوكه لشركه عالم الفن بالكامل. تسأل وديها ومش هتكلم تاني، غير كده هجيب كل ورقة الكل. انت لا انا قصدي، انت قصدك ايه على الحانك انت صح؟ الالحان بتاعتك الحاني بطريقه وديه يتم ابطال جميع تنازلاتي وانا عايش قبل ما اموت ويحصل لي حاجه واولادي ما يعرفوش يتصرفوا. طيب ما هو عايش عمرو، مش هو امبارح الاستاذ محسن قال لك تعالى انا بقولها. ولو ليك اي لحن انا هجيب لك حقك. بطريقه وديه انا هروح له هقول له كده ارسل لي تنازل. أنا طب تسمح لي يا عمرو، تسمح لي بعد إذنك، تسمح لي بعد إذنك، أنت أخويا وصديق عمري والأستاذ محسن أخويا الكبير وصديق عمري، طبعا. تسمح لي أكون معاكم في القعدة دي، يا إما نتقابل في النقابة ونقعد نحل الأمور، يا أنا أجي شركة مزيكا. أنا عايز حق بحقي، لو سمحت يا أستاذ أميرة. اتفضل. الفيديو اللي بقول لحضرتك عليه، لأنه ده إثبات قانوني موجود على الإنترنت. بس. هو عمرو بيتكلم في حاجته هو، انا مش فاهم برضه. انا طب نزله وشوف، نشوف هو بيتكلم في ايه. نزلوا لي الحاجه اللي هو بيقول عليها. هو بيقول يا استاذ مصطفى ان هو ليه الحان حسن شاكوش مغنيها، والشركه المنتجه شركه تابعه لشركه مزيكا اللي مسؤول عليها الاستاذ محسن. لا انا بقول لك، انا بقول لك دلوقتي، لو الاستاذ عمرو مصطفى ده لحنه، ده حق، ده ملكيه فكريه. ايوه، دي حق ملكيه فكريه، الا اذا خدي بقى المهم، عشان دي في ناس كتير مش بتعرف في الكلام ده. بصي بس مش هطول عليك، انا في عجاله سريعه. اتفضل. انا في سنوات عمرنا كلها، كانت انا بدات سنه 88. ايوه، في سنوات عمرنا كلها وكنا بندي الشركات تنازل عباره عن
تنازلت انا الشاعر والملحن مصطفى كامل عن اغنيه كذا كذا الى شركه كذا مع احتفاظي بجميع حقوق الادبيه والطبع الميكانيكي ولدى جمعيه المؤلفين والملحنين. تمام. وله الحق وللشركه الحق في استخدامها لطبعها على شرايط كاسيت واسطوانات مدمجه سي دي وما يستحدث من وسائل الاعلام المرئيه والمسموعه مستقبلا. تمام. ده شكل صيغه التنازل. جيت في فترة من الفترات لقيت بعض الشركات ابتدت تقول لك لا ما تجيبش التنازل بتاعك ده، احنا بنعمل تنازل معين. التنازل المعين انا كنت راجل شاطر في لعبتي وشغلتي. ففوجئت فيه ان بيدس داخل التنازلات الفنية دي، بيدس على ان اتنازل عن مش عارف طبقا للمادة 26 مش عارف من ايه ولا مادة 37. انا طبعا في الوقت ده لا كنت محامي ولا كنت حاكم، بس حسيت ان في حاجه بتتعمل. فابتديت اجيب الشؤون القانونيه اللي كانت ماسكاني ومحامين اللي كان ماسكني وكان الاستاذ علاء وهاب الشاذلي، قلت له تعالى فسر لي ايه اللي مكتوب ده انا بتنازل عن ايه؟ فقال لي ده انت كده بتقر انك خدت مبلغك المادي وليس لك الحق بعد كده في اي حقوق من جمعيه الساسيم في باريس او الساسيرو في مصر او انك تقول ان دي ملكتك، يعني انت بالمعنى المطلق عشان في حاجه قانونيه انت ما خدتش بالك منها صح؟ تمام. رحت انا قايل ايه، انا كنت في الوقت ده كمصطفى كامل الشاعر والملحن، قلت لا انا اللي هيشتري مني اغنيتي يا اشتريها بالتنازل بتاعي يا مش هعمل التنازلات دي. وفعلا توقف هذا النوع من التنازلات. بس انت بقى لو موقعه عليه بقى يا استاذه اميره، لو اي لو ملحن موقعه على التنازل ده، ها خلاص انت العقد شريعه المتعاقدين. لا يا استاذ الحق الادبي، اما احنا بنتكلم في ام كلثوم ليه بقى دلوقتي؟ لا يا استاذ عمرو انا مش انا بكلمك هو بيتكلم في ادبيا ان ده لحنه وان انتوا كلكم زي ما قلتوا عيله واصحاب في بعض، والاستاذ محسن او الاستاذ محسن اشتغل كتير جدا مع عمرو مصطفى، فهو بيقول ادبيا لو اللحن ده بتاعي بالظبط، لو ادبيا اللحن ده بتاعي. هو استاذ محسن قال لك يا عمرو على فكره، قال لك انا هجيب لك حقك لو اللحن بتاعك، انا هجيب لك حقك. ما هو منه، ما هي احدى شركاته، انا عرضت على حضرتك الفيديو. تمام تمام. بقول لك ايه انت عندك ايه بكره؟ تيجي لي الاستوديو هنا بكره ممكن؟ لا هروح يا فندم. استاذه اميره انا دلوقتي مش بتكلم في حاجه هتبقى ليا بس، انا عندي حق ادبي. هو قال لك ام كلثوم ما ينفع، هو بيملك الحق بتاع ام كلثوم في المصنف الفني بكلماته والحانه. مظبوط. وصوتها بكلماته والحانه. مظبوط. فقط. لكن النهارده اما يجي يقول لك انا بحافظ على التراث كله بالكامل، واجي انا الاقي عبد الحليم في مهرجانات وابص على الشركه اللي بتاخد الكوبي رايت الاقيها ديجيتال ساوند، يبقى ده في اغنيتي يا استاذ عمرو انا عايز اسمعها. انا فعلا عايز، انا عايز اسمعها. هي كانت مهرجانات عبد الحليم ولا كانت توزيع مختلف؟ كان توزيع. ده رقم للاستاذ مصطفى حالا دلوقتي لان هو اخويا وحبيبي. ماشي. اديله رقمه دلوقتي. تمام. الاعداد هيعمل كده حالا. طب ممكن اطلب منك طلب بس يا مورا؟ يا مورا معاك. وحياة ولادك صلي على النبي، وخلي بالك النساء القائم دلوقتي قايم مع اخوك الكبير بالزبط. ومع راجل في قمه الاحترام، وانت عارف ان الاستاذ محسن بالذات وعايز يحل كده كده، عايز يحل. لا اصلا لا. الاستاذ محسن جابر صدقيني يا مدام اميره عايز يحل. ارقى 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 الناس في اي خلاف طبعا. من ارقى الناس في اي خلاف واي حق عند الاستاذ محسن، انا اللي بقول للاستاذ عمرو اي حق لك مادي او ادبي طالما عند الاستاذ محسن اعتبر. طب انا هقول لحضرتك حاجه يا استاذ مصطفى، ما تيجي نسمع حته كده، سمعونا حته كده يا جماعه، تعالوا نسمع. سمعوني من فضلكم، انا عايز اسمع. هو ده اللي انت تقصده؟ اللي هو في الشركات، لو عايزه واحد كمان اوضح هبعته حالا الاعداد وقلنا معاكي. ايوه ده بقى ده اعتراضك عليه ايه؟ المقطع اللي احنا سمعناه دلوقتي ده عشان الناس تبقى فاهمه برضو. ده بيقول ان الاغنيه اللي موجوده قلبي كان لشركه ستار، وهتخش على جوجل عشان تعرفي الشركه دي مملوكه لمين. لا هي مملوكه المزيكا. ايوه ماشي. طيب هو على فكره هنا في فريق من المحامين وفي فريق من كل التكنولوجيا، يعني اللي هم بيعرفوا دي شركه مين ومين اللي بياخد الحقوق ومين اللي بياخد الكوبي رايت. في اكتر من 16 حد هنا موجودين قاعدين بيشتغلوا على الموضوع ده لتحضير كل الفيديوهات دي موجوده. تمام. طيب
طيب انا دلوقتي هو الفنان مصطفى كامل تعهد ان هو يحل المشكله دي بينكم، بس في انا هقول لك رايي انا المتواضع والله. اولا لو ده حقك الادبي ده حقك مليون في الميه. انا عايز اسال سؤال، انا بدات بالمشكله، انا جيت جنب حد، انا عملت فكره، فالناس قالوا لي الفكره دي اللي بتعمله غلط عشان حق ادبي، قلت طب ما انا كان ليا حقوق ادبيه مش موجوده، طب لو سمحت بقى ادينا انا كمان الحق الادبي. حقك لو ليك حق ادبي حقك تاخده، حقك تاخده. انا ما بداتش بالمشكله. ايوه لو ليك حق ادبي، لو ليك حق ادبي حقك ان انت تاخده على فكره. والاستاذ محسن امبارح في المداخله كان واضح جدا، قال اي حق ليك يا عمرو هديهولك. طيب وهو تعهد بالكلام ده. ماشي. فاكيد لو ليك حق انا متاكده مليون في الميه انك هتاخده على فكره. انا عايز اخد حقي وانا مش عايز اتكلم في اي حاجه، انا عايز حقي. تمام، وهو تعهد بكده امبارح الاستاذ محسن جابر، قال لك لو ليك اي حق هتاخده وانا بوعدك بده وتعالى لي وما تقلقش وهنحل كل المشاكل، وقال لك كمان هنتج لك الاغنيه اللي انت عايز تعملها باي صوت تاني حتى لو بصوتك. مش محتاج انتاج، لا انا مش محتاج اصلا اعمل، مش محتاج لحد خالص، انا مش محتاج لحد. يا جماعه ما تخلوش الراي العام يتجه ان انا محتاج لحد. لا ما حدش قال كده. انا اغنيه الاصوله لدنيا سمير غانم ومسلسلها ترند في رمضان على جعفر العمده نفسه. ايوه بس انا مسكت الغايه دلوقتي ترند، ما يقولش هو مش سايق رغم، انا اسمي عمرو مصطفى. عيب عمرو، انت اسمك كبير فعلا ومن اكبر الاسماء اللي موجوده ومن الاسماء اللي احنا بنعتز بيها، وفنان كبير وفنان موهوب. اصل هو لسه ما مش اغنيه الاصول والدنيا سمير غانم ترند في رمضان لحد النهارده. انا وهو دي اللي عملتها في رمضان، هي والمسلسل كله وكلهم الاغاني ترند. عيب اما يقول كده. على فكره هو امبارح قال عليك انك شخص موهوب جدا وشخص مبدع. معلش قال عن وشخص حابب ان هو يتعامل معاك. ما تانية او قلت اذاعه تانية ويقول لك عمرو مصطفى عايز يلبس مش عارف مين ايه. ممكن تكون قبل المكالمه. رمز من رموز بلدي. ممكن تكون قبل مكالمه الصلح يا عمرو، ممكن تكون قبلها. ممكن تكون قبل المكالمه اللي انتوا اتصالحتوا فيها. انا دلوقتي انا كنت عايش في حالي وبعمل مزجتي في حالي، ولقيت حد يعني انا ساكت، انا راجل مسالم، ما بحبش المشاكل. ما بقى عايز الناس كلها تشوفني بطريقه حلوه، لكن هم دايما يا اما يا فيها يا خفيها، يبقى معاك يا اما مش هخليك تشتغل. طب يبقى مين المتحكم دلوقتي؟ طب بس انا عايز اقول لك حاجه، هو لو ده اللي في دماغه كان قال لك تعالى ونعملها مع بعض. مين اللي متحكم في الثقافه المصريه دلوقتي؟ مين اللي بيقول اه ولا لا على التراث بتاعنا؟ ومين بيتكلم بلسان مصر والمصريين والرموز بتاعتنا؟ من يملك الحقوق. طب انت من تملك الحقوق انت اللي عاملها مهرجانات. طب ما هو هنا بقى انت بتقول ان هو ان الاستاذ محسن جابر شركه تابعه لشركه مزيكا هي اللي انتجت الاغنيه دي، فهنا حق الرد مكفول. انا بس هطلب منك طلب، ممكن تهدى من فضلك عشان نوصل لحل؟ اهدى حل.